يا ويلي تشردنا تشردنا وصرنا كل واحد في بلاد وصارت حسرة شوفت غوالينا والله غوالينا هدو قدار العز وقعدات الجواد سكننا بخرابة ونقول زينة والله زينة والله زينة هلي بعد عمري هلي هلي من فارقتكم عمري نقص ما زاد روحي كواها الشوق وظلت حزينة خبز الغرب مالح خبز الغرب مالح لو بالعسل جاد خبز الأهل طيب لو بس عجينة يعني اختصرت بهذا الموال قصة طويلة يوميا نحاول إيصالها هذه الحالة حالة النزوح المستمر بالمناسبة خالد هو أحد مصابي هذه الحرب حرب الإبادة الجماعية نزح مؤخرا من خان يونس من المناطق الشرقية في إطار الإخلاءات الجديدة من خان يونس المدمرة اليوم هو بلا مأوى يعني زوجته وعائلته في أماكن مختلفة ومتفرقة هنا في مناطق الوسطى اليوم تفاصيل الحياة والإصابة والعمل الذي فقده سيخبرنا عبر عين الكاميرا حول هذه التفاصيل أنا خالد نبهان من سكان شمال بيت لاهياء حدود منطقة بير النعجة كنا قاعدين أنا وأهلي في البيت ففجأة هيك ضربونا فاستشهدت أمي وإخواني وأولاد أخوتي فالحمد لله قالوا إخلاء إخلاء يعني إنه يعني اطلع على الجنوب طلعنا على الجنوب فمارسنا حياتنا زي بعض الناس زينا زي الناس يعني بتطلع هيك كل الناس اليوم في طابق واحد كنا في خيمة فجيت أنا وعيلتي سكننا في الأوروبي في مدرسة فشردونا من المدرسة على دير البلح قالوا لنا يعني اطلعوا من الأوروبي فإحنا كنا في مدرسة يعني لقيت أنا ساكن في شقة وزوجتي في شقة وقبل الحرب كنت أنا أشتغل خياط كنت يعني خليني أوقف هنا عند مهنتك اليوم شفتك قاعد يعني قاعد بتدندن في بعض المواويل اللي لها علاقة بوجعنا وقهرنا يعني بالمصادفة قابلتك وحبيت نعمل هاي المداخلة وهذه النافذة خلال عبر تلفزيون فلسطين عشان الناس تشوف كيف الإرادة كيف القوة كيف هالحنجرة الذهبية اليوم بتتغنى بالتفاصيل المرة والقاهرة اليوم فقدت ساقك ربنا يعوضك عوض خير كنت تعمل بساقك كيف اليوم ممكن تستمر بهذا العمل كخياط كخياط أنا اليوم الإعاقة هذه بدها تعيقني في حياتي أصبح ما بديش أنا أعيش أصبح بدي أعدم حالي لا لازم يكون عندي إرادة قوية الحمد لله معنويات عالية أمر طبيعي والحمد لله والشكر لله يعني قادر يعني اشتغل في الخياطه لانه قعدت قبل كم من يوم عند واحد وخيط عادي امر طبيعي فنفسي انا نفسي انا بكذبش عليك والله بحلم حلم انه يكون عندي ماكينه واشتغل واجيب رزق تيب على جبيني هذا اللي بتمناه من الله وربنا يرحم شهدائنا ويشفي جرحانا يا رب ويخرج اسرانا من معتقلات الاحتلال يا رب يا رب اليوم انت كمان فقدت ساقك طالب الجهات المختصه انه يكون في مثلا علاج كمان تركيب يعني طرف من الأطراف اللي فقدتها شو نفسك يعني كمصاب واليوم اليوم فقدنا كل شيء اشتركنا بمبدأ الفقد في غزة كمصاب أنا بطالب في الجهات المختصة في الأطراف الصناعية بس انت شايفين الحصار احنا محصرين يعني من كل الجهات يعني بحرا وجوا وجنوبا وشرقا محصرين أنا قاعد بخترع من عندي أنا عملت عندي أنا عملت طرف إني ألبسه أنا في يدي جبت خشبة وجبت قنية وقاعد بعمل فيه الطرف هذا وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله تعالى بدي يمكن 4-5 أيام بفصله على إيدي وراح ألبسه أنا طرف يعني خشب وبلاستيك اللي أقدر أمشي لأنه العكاكيز هذول دبحني إيدي هذول وقفل بعد أحيانا أنا بمشي بصير يعني 10 متر بمشي بصير مية
انا لو واقف معاك على رجلي انا العصب كله قاعد برتج، ما بالك الطرف بيريح الجسم. ان شاء الله انا بسال الله عز وجل انها تفتح البلاد ان شاء الله، ويخش الاطراف الصناعيه والعكاكيز، وانت شايف الجلد جلد جلد جلده جلده للعكاز. والله قلبت المستشفيات ما لقيت جلده. انا بعرف قديش الفقد صعب ومر، والاصابه اللي انت بالتاكيد واجهتها صعبه، فقد الاهل والبيت وكل شيء صعب. الله يعوضنا عوض خير ان شاء الله. بدنا ننهي هذه المقابله بموال قصير ما يكونش طويل، ويحكي عن الهموم اللي احنا بنعايشها هنا. هيا غربة يا غربة يا غربة، يا غربة انت حرمتيني من اهلي، سكنت الغربة من غصب عليا عليا. هادي غياب ابو اسال من عليهم، ضعف صبري وزماني خان بيا والله بيا. لك شو اوصف لكم غربتي، لك شو اوصف لكم غربتي، لك صوتي مبحوح وك صدري مخنوق، وك من غيركم هني والله والله دنيا.